حضرات السيدات والسادة، شرفوني في هذا اليوم المبارك أن أترأس حفل تنصيب السادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم في هذا الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي حركة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للإدارة الترابية وضخ دماء جديدة في دواليبها بما يخدم المصالح العامة وتحقيق أهداف التنمية المحلية في أبعادها المختلفة. وفيما يلي اسمحوا لي أن أقدم لكم السادة رجال السلطة الملتحقين في الإقليم بمناسبة الحركة الانتقالية الأخيرة مع نبدا عن مسيرتهم المهنية. ويتعلق الأمر بثمانية رجال السلطة من ضمنهم عنصر نسبي. ويتعلق الأمر بالأستاذ السيد سامي القدادي الذي عين في منصب كاتب عام لدى السيد عام، وهو من مواليد 1969 بفاس، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية 2004، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: رئيس مصلحة بجماعة سيس، قائد المحطة الإدارية السادسة والثامنة والتاسعة بمقاطعة الدار البيضاء أنفر خلال فترة ممتدة من 2005 إلى 2010، قائد المحطة الإدارية الثانية حسان، مقاطعة فاس الأولى بعمالة الرباط خلال فترة ممتدة من 2010 إلى 2014، قائد المحطة الإدارية بإقليم زبيان بإقليم بركان خلال فترة ممتدة من 2014 إلى 2016، باشا عمالة المضيق من 2016 إلى 2021، رئيس دائرة مكلف بمطار فاس سيس منذ 16/8/2022 إلى حين تعييني بهذا الإقليم. السيد نور الدين إدريسي الحسني الذي عين باشا ولد صالح، وهو بمواليد 1968 للدار البيضاء، حاصل على ماستر في القانون العام، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوجة في 1994-96، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد من كتاب العمى بولاية مكناس 1996، قائد محقق الإدارية 14 مكناس ابتداءً من 1996، رئيس المنطقة الحضرية بعمالة مكناس المنزل 2001، رئيس قسم الشؤون الداخلية بمكناس دافيات ابتداءً من 2002، قائد مكلف ببشوية الكهربية في الإستاذ برشيد ابتداءً من سبتمبر 2002، باشا رئيس المنطقة الحضرية إكدار الرباط ورئيس المنطقة الحضرية بصوفيا في الرباط 2010، باشا مدينة المضيق بإقليم طنطان 2014، باشا مدينة مشفشاون من 19/8/2019. السيدة ندى الطايب التي عينت قائد المرحلة الإدارية بولاد صالح، وهي من مواليد 1981 بستار، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في التدبير والتنمية المحلية ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بستار، خريجة معهد ملكي للإدارة الترابية في 1942، وقد سبق لها أن شغلت المناصب التالية: قائد ملحق بشوية الصفر 2014، قائد رئيس ملحقة الإدارية الثالثة بشوية برشيد منذ يونيو 2018، قائد بقسم الشؤون الداخلية بعملية الإسكانية بلول منذ 2 سبتمبر 2022. السيد مهدي فوزي من مواليد 1986 بمراكش، حاصل على الدكتوراة في تدبير الموارد البشرية وماستر في الإدارة الترابية، خريج معهد الملكي للإدارة الترابية فوج 41، حيث عين قائد الملحقة الإدارية ولد السوس، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم بركان صالح، رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم سمارة. السيد معاذ إلياس الذي عين قائدا للملحقة الإدارية ولد الضحية، وهو بمواليد 1983 ببني مثال، حاصل على ماستر في الإدارة الترابية، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوج 53، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد متدرب بإقليم زبورة خلال فترة 2018-2019، قائد الملحقة الإدارية الثانية بمباشرة زبورة خلال فترة 2019-2020، وقائد قيادة التنسيق بإقليم زبورة خلال فترة ما بين 2020-2023. السيد موسى تاغوتي الذي سيشغل قائد الملحقة الإدارية الكانسة، وهو من مواليد 1991 بتولد، حاصل على الماستر في الشؤون الدولية، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوج 2019، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة أغوينيت بإقليم أوسط 2019-2020، قائد قيادة تيشتا بإقليم أوسط 2020-2023. السيد علي إنسان الذي سيشغل قائد المحكمة الإدارية الرياضية التابعة لبشوية أسبورة، وبمواليد 1971 بولمان، حاصل على إجازة في البيولوجيا وإجازة في قانون الشركات، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوج 41، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة الجرامس في إقليم كلوش 2006-2012، قائد قيادة الدرج في إقليم صفر 2012-2018، قائد قيادة الرشاف في 2018-2022، قائد محقق إداري عين قدوس بفاس منذ سنة 2022. السيد سفيان عليم الذي تم تعيينه قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية في الإقليم، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوج 52.
تجبر الإشارة أن بمناسبة هذه الحركة الانتقالية فإنه تم إجراء حركة جزئية لرجل السلطة العاملة باليقين والتي شملت السادة قائد المحطة الإدارية الكنسة التابعة لبشوة المسكرتي إبراهيم العنتري الذي تم نقله لإشمام مهمة قائد المحطة الإدارية المواصل السيد أبو أبنه قائد المحطة الإدارية ولد عزوز الذي تم تعيينه بنفس الصفات قائد المحطة الإدارية دار العز السيد رشيد الجفوي قائد المحطة الإدارية ولد حمد الذي تم نقله بنفس الصفات قائد المحطة الإدارية ولد مجوج السيد نصر الله العزوزي قائد المحطة الإدارية ولد صالح الذي تم تعيينه على رأس المحطة الإدارية مدينة الخضراء السيد حسن عمراوي قائد المحطة الإدارية المدينة الخضراء الذي تم نقله قائد المحطة الإدارية النبي التابعة لمنطقة البشرية دار العز حضرات السيدات والسادة استغلوا هذه المناسبة لأوجه الدعوة للسادة رجال السلطة بهذا الإقليم بأن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يسهروا على تدبير مجالات ترابية هذا الصرار على إعطاء دفعة جديدة لتدبير التراب وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة وتطورات حديثة لتتوافقنا بإذن الله في مهام جديدة متمنية لهم باسمك وباسم خاص كامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني وهو مستاذ المختار مهني باشا ولد صالح الذي تم تنقيله الى المصالح المركزيه عثمان تامر قائد المحطه الاداريه بن عبيد الذي تم ترقيته الى منصب رئيس دائره باقليم ناطور مرضي الخضر قائد المحطه الاداريه المواصل الذي تم ترقيته الى منصب رئيس دائره باقليم شفشاون ياسين مطار قائد المحطه الاداريه دار ابو حسن الذي تم تنقيله الى قياده التكامل باقليم حسيمه بهاء الدين انور مرحوم قائد المحطه الاداريه الملهلات الذي تم تنقيله الى قياده الروادي اقليم حسيمه الحضور الكريم في الأخير أطلب من الجميع ولا سيما السادة المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية كل في دائرة اختصاصه مادة الدعم والدعم للسادة رجال السلطة لتسهيل مأموريتهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أحسن وجه سيرا على نهج السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رضي الله عنه ونصره الرامي إلى خدمة الصالح العام والدفع بعجلة التنمية بربوع المملكة المغربية مصداقا لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون صدق الله العظيم. حفظ الله مولانا الامام صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ومن حفظ به الذكر الحكيم وادام على جلالته نعمه الصحه والسلامه وطول العمر واقر عينه بولي العهد صاحب سمو الملك الامير ولي الحسن وشد نظره بصاحب سمو الملك الامير ولي الرشيد وبسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى لهاد القيد اللي عندنا جديد نتمنى ليه التوفيق ونتمنى ليهم جميعا كل اللي خد شي مقعد نتمنى له التوفيق وحنا غادي نساعدوا القيد ديالنا على النواصر وغادي نخدموا معاه وما عندنا حتى مشكل في النواصر غنديروا اليد في اليد مع السلطات كلها سواء الباشا سواء القيد وغادي نخدموا معاهم ونخدموا مع المواطنين وشكرا.